عن التسامح. يمكن كمان احنا بنتكلم المره دي عن التسامح بس من خلال دراسه. بس قبل ما نتكلم معاكم في الدراسه، انا بكون برضو حابب ان انا اتكلم معاكم بصفه عامه. كلنا بنتمنى في مواقف كتير ان الشخص اللي قدامنا ممكن يسامحنا، او اي حاجه ممكن نكون غلطنا فيها في حياتنا، سواء في شغل، سواء في موقف، سواء في سوء تقدير او اي حاجه، بنحب ان احنا حد يسامحنا. فدايما بقول ان كل شخص لازم يكون برضو يحط نفسه في يوم ان الدنيا دواره، وانك لازم زي ما انت تسامحت في مره، لا لازم انت برضو تسامح. واحنا بنتكلم معاكم في الموضوع ده اكتر علشان احنا في رمضان شهر التسامح برضو يا نوران، ودايما بنسمع ان ناس كتير بتكون في مشاكل بينهم وبين افراد تانية، وبعد كده مع قرب رمضان بتلاقي ان الموضوع، لان هم ممكن يكون عشان رمضان بيدوا بقى المبادره ان يبقى في تسامح وفي خير وبدايه جديده. ففي الاول او في الاخر برضو بيتبعوا يعني الكلام بتاع رمضان ان احنا دايما بنكون بنسمعه في كل حته. مظبوط، يمكن معروف رمضان شهر الخير، واللي بيبقى حابب ان هو يدخل الشهر ده وياخد ثواب اكبر وربنا يتقبل منه عباداته وصيامه، فاكيد لازم نتخلص من كل حاجه ممكن تبقى وحشه او مؤذيه، ومنها هو التسامح. ويمكن التسامح كمان مش بس ليه علاقه بان احنا بناخد ثواب اكبر عن ربنا وربنا بيرضى عننا اكتر، ده كمان علميا بينعش صحة الإنسان وبيحسن من صحته النفسية والبدنية والعقلية، ومنافع كتيرة جدا بيجلبها التسامح. ليه؟ لأنه الشخص بيكون بينقي قلبه، بينظف قلبه من أي حاجة ممكن تبقى مضايقاه، من أي شخص ممكن يكون أذاه. احنا كمان هنتكلم معاكم عن درجة التسامح. يعني في ناس ممكن يقولك ايه، هو أذاني قوي بس أنا هسامحه، وفي ناس ما بتنساش ابدا الاذيه ويقول لك انا عمري ما هنساله الاذيه اللي هو اذاها لي، يفضل شايل جوه قلبه. في الاخر اللي بيتاذي هو الشخص اللي ما بيسامحش، لان هو بيفضل كاتم كميه غضب ومضايقه جواه بتاثر على نفسيته وبتاثر على علاقته باللي حواليه، وكمان بتاثر على صحته الجسديه. الجسم، الشخص لما بيزعل الجسم كمان بيزعل معاه. صح. فالتسامح يخليك ان انت تحب الناس، يبقى عندك طاقة ايجابية. ويمكن على دخلة رمضان كده يقولك ايه، مثلا لما بتجمعوا في عزومة كده لو اصحاب او قرايب او حاجة، يلا بقى او ايه، رمضان كريم والمسامح كريم برضو. بالظبط، فدي بتبقى احلى حاجة. يعني مفيش حاجة مستاهلة ابدا الواحد يتضايق عشانها. بالظبط يا نوران، انا بصي انا مع كلامك جدا، خصوصا زي ما انت قلتي ان هو رمضان والتجمعات والعزومات يا جماعة، وغير حتى كده يعني ده ممكن يكون يعني يمكن ربنا حتى يقول لك خيركم من بدأ بالسلام. بالظبط، حتى يعني مجرد سلام، يعني حتى مش بنتكلم في التسامح، بنتكلم في حاجه بسيطه جدا، ان الموضوع يا جماعه ما بيبقاش مستاهل. ويمكن في مواضيع كتير بتختلف طبعا قوتها زي ما نوران كانت بتقول، ودرجات كتير جدا، بس انا دلوقتي بقيت احس ان الموضوع ما بقاش مستاهل. بقيت احس ان الحياه خلاص هي ماشيه، واحس ان التسامح الشخص اللي بيسامح هو بيريح نفسه قبل ما بيريح اللي قدامه. يعني انا لما بتعرض لموقف او اي حاجه، حتى لو الشخص ده مش هرجع اتعامل معاه تاني، بس خلاص انا سامحتك. طب لو شفتك طلعوا من دماغك، شفتك في مكان، سلام عليكم، وعليكم السلام. بالزبط. وخلاص، حتى لو كنا اصحاب، كنا اي حاجه، خلاص اتكسرت حاجه معينه بنحاول ان احنا نرجعها، ما عرفناش، بس بتسامح وخلاص بقى. ايه يعني، بتسيبه بقى كده لربنا، هو ربنا بقى اللي انت بتقدم النيه علشان تريح نفسك. وخصوصا ان الموضوع فعلا بيأذي الانسان، خصوصا جسديا ونفسيا، وده يمكن يكون من اخطر الاصابات اللي احنا نقدر نقول عليها مرضيه جدا، ان الشخص يفضل دايما بيقول ايه، بيهري جواه ويفضل ده عملني، ده سوى، ده عمل، ده عمل، ده عمل، ده عمل. فبتلاقي نفسك فعلا انت اللي مأذي، والشخص اللي اذيك هو مش هنا، هو مش في دماغه، او هو فرحان اصلا ان هو عامل فيك كده. لو قررت تتسامح اعتقد ان الشخص نفسه هو اللي هيرتاح. حتى لو الشخص اتأذى من حد معين مش لازم اسامحه، اللي هو بقى اخده بالاحضان ويا حبيبي انا بحبك، مش لازم. بس انت مجرد انك بتطلعه من دماغك، انت بتشوفه ولا هو حبيب ولا هو عدو، هو بني ادم عادي، فده في حد ذاته بيريحك نفسيا جدا. وعلى فكره الشخص اللي قدامك برضه بيتضايق، لانه كان بالنسبه لك في وقت من الاوقات قريب، فلما تتعامل معاه على انه شخص عادي ولا هو عدو ولا هو حبيب، هو هيتأثر، هو هيندم.
فانت بتاخد حقك بطريقه فيها تسامح، وفي نفس الوقت انت بتريح نفسك وبتريح اعصابك وبتريح يعني في حاجه لا 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 خالص بتريح نفسك من الضغط النفسي والعصبي اللي انت بتتعرض له كل ما تشوف الشخص ده. في ناس كده تقول لك ايه، انا كل ما بشوف البني ادم ده بتعصب.